هل قبل كده شفت فشار بالشوكولاته وفشار بالتوفي وفشار بالفواكه؟ فلو انت ما شفتهمش قبل كده يلا بينا نجربهم بقى ونشوف عاملين ازاي. اي واحده من الفشار دي عامله 8 جنيه، فتعال نشوف بقى الفشار ده يستاهل ولا ما يستاهلش. شيل دول كده على جنب ونجرب اول حاجه فشار بالشوكولاته والتوفي. ده شكله شوكولاته وتوفي، انا اعرف شوكولاته لكن توفي صعبه دي شويه. اوه يا الله يا الله على ريحه التوفي اللي هبت في وشي دي. بصوا ده شكله من جوه، في واحده بيضه وفي واحده سودا، تعالوا اوريها لكم. دول شكلهم هم، دي تقريبا اللي بالشوكولاته ودي اللي بالتوفي، الاثنين دول موجودين جوه. فتعالوا نجرب دي لوحدها ودي لوحدها، بعد كده ناكل الاثنين مع بعض. فندوق اللي بالشوكولاته الاول. بسم الله. السكر بتاعه مظبوط قوي، الله حلو قوي. تعالوا بقى نجرب اللي بالتوفي، الحلاوه دي طعمه حلو قوي. تعالوا بقى نجرب اللي بالتوفي والشوكولاته الاثنين مع بعض. بسم الله. التوفي والشوكولاته داخلين مع طعم الفشار، يا الله على هذا الميكس يا الله. انا لسه كنت اقول غالي 8 جنيه ولكن استحق كل جنيه حرفيا اتدفع فيه، 10 من 10 ولو لقيته في اي حته هاته. بدايه مبشره جدا جدا اللي بالشوكولاته والتوفي. تعالوا بقى دلوقتي نجرب اللي بالشوكولاته بس. يا الله يا الله على كميه الشوكولاته. شايفين يا جدعان الفليفرز يا جدعان، او شايفين اللون عامل ازاي؟ شايفين شكله عامل ازاي؟ جامد قوي قوي. تعالوا نجرب. بسم الله. هو نفس الشوكولاته اللي موجود في التوفي، نفس الطعم بالظبط يعني، ولكن لو انا هجيب اللي بالتوفي والشوكولاته لان كان طعمه جامد قوي قوي، لكن ده شوكولاته بس. جامد برضو ولكن التوفي احلى. ونيجي لاخر حاجه وهو فشار بالفواكه. ولا ايه ده يا زميلي؟ ايه ده يا زميلي؟ انا كده محتاج ايه؟ هو في ريحه لبان كده هبت عليا فانا مش عارف ازاي يعني، بس احنا ايه؟ احنا محتاجين ناخد لون من كل الالوان دي عشان ندوق. هو ده التلات الوان اللي موجودين، اللون الاخضر واللون البرتقاني ده واللون الاحمر، فهناكل كل واحد لوحديه وبعد كده ناكل التلاته مع بعض. نجرب اللون الاحمر، طعمه ملبس قوي يعني مش عارف ازاي. طب اللي بالاحمر دي تقريبا طعمها فراوله. نجرب بقى ايه البرتقاني دي، شكلها كيوت قوي. بسم الله. برتقان وش مليان قوي قوي النكهه، يعني مفيش حاجه خيشت، لا الطعم مظبوط قوي وفي نكهه قويه جدا. نجرب بقى اخر حاجه اللي هو الاخضر ده، معرفش ايه الاخضر ده بصراحه. هو الاخضر ده تفاح، تفاح اخضر، لان هم هنا حاطين صوره تفاح اخضر وحاطين برتقان وحاطين فراوله. طيب نجرب بقى التلاته كده مع بعض، التلاته اللي هو البرتقاني والاحمر والاخضر ده. بسم الله. اوعى المكسات، اوعى على خبطه الفراوله من هنا على خبطه التفاح من هنا، اوعى يابا متمزج. طيب انا عايز اعمل بقى كده حركه مجنونه ان انا اجيب الثلاث الوان دول واجيب اللي بالشوكولاته والتوفي كل الالوان بقى وندوق كده كله بقى ونشوف بقى الدماغ ايه اللي هيحصل لها. مستعد يا دماغي ولا ايه؟ هيحصل ايرور بقى دلوقتي. اوعى الشوكولاته من هنا على التوفي من هنا على الفواكه من هنا، اوعى يا زميلي. خناقه خناقه يابا، خناقه في دماغي دلوقتي. اوه طعم جامد قوي، عجبني 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 جدا جدا. ثلاث اطعمه دول عاجبني جدا جدا، الاكتر واحد عجبني اللي بالتوفي والشوكولاته، عجبني جدا جدا، واللي بالشوكولاته هو اللي في التوفي والشوكولاته. بس انا يعني لو انت هتشتري ممكن تشتري اللي بالتوفي والشوكولاته، يبقى انت جاي استفدت اللي بالتوفي والشوكولاته طعمين مع بعض. واللي بالفواكه اللي عجبني جدا جدا، كل المنتجات دي غنيه جدا جدا بالنكهه، ما عنديش معاهم اي مشكله خالص. الواحد ب 8 جنيه يستاهل بصراحه، ال 8 جنيه الطعم جامد جدا جدا، فلو لقيته في اي حته اشتريه لان هيعجبك جدا جدا. طبعا بقى شير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 فقر وقت. ادينا بنصرف اهو، بنجيب حاجات مختلفه، اكيد انتوا اول مره تشوفوا الحاجات دي يعني. وطبعا الانستجرام بتاعي هنا، وعايزين نوصل برضو هناك برضو 100,000 في اقرب وقت. وكالعاده دوس كوتش، السلام عليكم.